عليها 16 شوطا تنافست عليها حولي وزمولي أصحاب السمو والشيوخ في هذه الأمسية الرائعة من مهرجان المرموم التراثي 2015. نأتي بهذا الملخص في هذه الأمسية الرائعة، والشوط الأول الرئيسي ذهب مع زعفرانة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وسجلت التوقيت الأفضل ب 12 دقيقة 18 ثانية و7 أجزاء من الثانية، بينما شوطنا الثاني ذهب أيضا مع الظبي من هجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، حيث حققت 12 دقيقة 26 ثانية وفاء وتماما وكمالا، لينطلق ثالث أشواط هذا المساء وهو لأشواط الزمول المحليات الأصايل، ويأتي نشاب لهجن العاصفة بقيادة الواثق والهاترك في هذه الأمسية ب 13 دقيقة 29 ثانية و6 أجزاء من الثانية، بينما شوطنا الرابع وبداية الجولة الأولى انطلق فيه الفارس من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بفاران المري ب 13 دقيقة 18 ثانية و8 أجزاء من الثانية، لتبدأ جولة أخرى من جولات هذا المساء الرائع، فتنطلق سلاطين لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، حيث حققت 12 دقيقة 38 ثانية و8 أجزاء من الثانية، ليأتي شوطنا السادس وتأتي فيه وهيلة من هجن العاصفة العملاقة، وفي هذه أيضا هذا المساء يأتي خبر أيضا اعتزال وهيلة من سباقات الهجن بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، 12 دقيقة 38 ثانية و4 أجزاء من الثانية، هذه هي وهيلة التي اعتزلت سباقات الهجن وأيضا انتقلت إلى الإنتاج، وسوف نشاهد أيضا إنتاجها بإذنه تعالى في السنوات القادمة، بينما شوطنا السابع يأتي فيه الناوي من هجن الرياسة وينطلق أيضا سيل بن أحمد بن دري الفلاحي مؤكدا 13 دقيقة 13 ثانية و9 أجزاء من الثانية. الشوط الثامن الذي انطلق فيه السفير من هجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، حيث قطع المسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة 23 ثانية و5 أجزاء من الثانية، بينما شوطنا التاسع وبداية جولة أخرى من جولات هذا المساء تأتي مياسة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة أيضا علي بن خفية الاكتبي ب 12 دقيقة 50 ثانية وفاء وتماما وكمالا في هذه الأمسية الرائعة وفي هذا الأداء الجميل. شوطنا العاشر تأتي مطفية من هجن الرياسة بقيادة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي، حيث قطع 12 دقيقة 38 ثانية و6 أجزاء من الثانية. شوطنا الحادي عشر الذي انطلق فيه صوغان من هجن العاصفة أو صوغة بالفعل من هجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة 32 ثانية و4 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الثاني عشر الذي أعلنت انطلاقته مشاهدين الأعزاء فأكد التواجد غناتي من هجن العاصفة ب 12 دقيقة 30 ثانية و6 أجزاء من الثانية، وتواصل أيضا الفوز والانتصار مع واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. بينما شوطنا الثالث عشر انطلق فيه سلهود ليؤكد شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أيضا فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن، يتواصل ب 13 دقيقة 19 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. شوطنا الرابع عشر انطلق فيه عجيب لهجن الرياسة بقيادة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، يتواجد أبو سلطان أحد شبابنا المضمرين مؤكد هذا التواجد مع الحمر الخطر ب 13 دقيقة 8 ثواني و6 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الخامس عشر أتت فيه الجميلة من هجن الرياسة ليتواجد الفيلسوف رجل الأمتار الأخيرة، ويتواجد أحمد بن مايد الخيلي مؤكدا تواجده جميلة ب 12 دقيقة 43 ثانية و4 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السادس عشر انطلقت هجن الرياسة وأكد أبو سلطان هذا التواجد مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام من خلال تواجد فاوضة لهجن الرياسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي، من تواجد في هذه الأمسية الرائعة ب 12 دقيقة 42 ثانية و5 أجزاء
من الثانية. هكذا شاهدنا أمسية الميدان الذكي ميدان المرموم، هكذا شاهدنا أشواط الحولي والزمول في هذه الأمسية الرائعة مشاهدينا الأعزاء من المهرجان التراثي الكبير. شكرا للزميل والمخرج أبو عدنان، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معنا بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه، وإلى اللقاء.